بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم مع بعض عن المحاضره الثانيه من البرنسبل اوف الترا ساوند، مبادئ التصوير بالاشعه فوق تلفزيونيه الفوق صوتيه سوري. الجاسترو انتستينال تراكت الترا ساوند، هو احنا بنعمل سونار للجي اي تي بنعمله بس عن طريق الاندوسكوب، فعندنا حاجه اسمها اندوسكوبك الترا ساوند. ايه هي مميزاته؟ ديتكت ايرلي سوبرفيشال تشينج اوف ذا ميكوزا، تمام، والبوليب والسمول ماسس. يعني لو انا عندي تغييرات في السوبرفيشال ميكوزا مش قادر اشوفها بالروتين الترا ساوند، مش قادر اشوفها لا بالسي تي ولا بالام ار، فلما اعمل الاندوسكوبك الترا ساوند هبتدي اشوف من جوه ايه التغييرات اللي حصلت السطحيه، او احدد الماسس الصغيره في الحجم او البوليب اللي هي اللحميه. تاني حاجه ديتكت الابنورماليتيز اوف ذا وول، قادر اشوف الجدار فلو في اي ابنورماليتيز موجوده هقدر اشوفها. تالت حاجه هو افيلابل، موجود في مستشفيات كتير. طيب بنلاقي الصوره بتاعته كده بيرسم لي اليومن من جوه لبره، يعني انا مثلا شايفين الاسهم اللي هي الاي والبي والسي دي في تاكل سطحي في الطبقه السطحيه الميكوزا اللير بتاعه البول لوب. لو انا عملت سي تي او الترا ساوند العاديه روتين او الام ار مش هقدر اشوف السوبرفيشال اوروجن اللي موجود ده. واحنا شايفين الايكوجينست المختلفه، فهنلاقي في حاجه بيضاء دي طبقه الميكوزا، المسلز اللي وراها اللي هي السودا، بعد كده السيروزا اللي بعديها، والتجويف بتاعي اللي هو ايه اللي ما بيدي من جوه. الديس ادفانتج هي عيوبه ايه؟ هي انفيزيف ميسوز، يعني ايه؟ يعني بدخل منظار جوه بق العيان واوصل بيه لحد تجويف الاسوفيجاس والاستومك، فدي حاجه بالنسبه للعيان مؤلمه. البيشنت انتوليرانس، طالما حاجه مؤلمه فهو مش واخد عليها ومش مرتاح لها في الفحص. وكودنت ديتكت الاكسترا ميورال ايه اكستنشن، يعني انا قادره اشوف الحاجه اللي جوه اليومن بالميكوزا بتاعتها بالمصل لير، انما لو انا عندي حاجه بره البول وهي اللي مقصره وعامله اندنتيشن فانا مش هقدر اشوفها. بعد كده عندي حاجه اسمها اندوسكوبك كبسول، ودي كبسوله في حجم كبسوله الانتيبيوتيك، بنخلي العيان يبلعها وبعدين تفضل ماشيه تصور، طول ما هي ماشيه تصور كل الحاجه اللي هي شايفاها في السوبرفيشال لير واليومن، وبعد كده تخرج مع من جسم العيان مع الاسطول، وبناخدها وبنقراها بالكمبيوتر ونشوف اللي هي سجلته. الادفانتج بتاعتها هي تولربل للبيشنت، البيشنت مش تعبان، مجرد كبسوله بلعها. وديتكت السوبرفيشال ايه تشينج، اي حاجه سوبرفيشال مش قادرين نشوفها باذر موداليتيز هنشوفها بالاندوسكوبك كبسول. الديس ادفانتج بقى كودن ديتكت الديب والاكسترا ليومنال ليجن، يعني لو عندي ديب ليجن شويه في الجدار او بره البول نفسه مش هقدر اشوفها. كودنت بي يوز ان كيس اوف، لو انا شاكك ان العيان ده عنده استريكشر دي او نارونج في اليومن او ابستراكشن ما اقدرش استخدمها. ليه؟ لانها هتقف عند الحته دي ومش هتخرج، مش هتعدي الدي اللي موجود، فممكن تدخل العيان في انستان. معلش انا اسفه اللخبطه دي. يبقى دول اللاند مارك بتاعي اللي اقدر اقول الكومن بايل دكتور انا شايفها، يبقى انا عند البنكرياتيك هيد، شايف السوبير ميزنتريك ارتري وفين، يبقى انا عند النيك اوف ذا بنكرياس، وادي البادي اللاند مارك بتاعه السبلينك فين اللي بيبقى ماشي بطوله، والتيل اوف ذا بنكرياس اللي هو هيبقى عند الهايلاند بتاع السبلين، واللينس بتاع البنكرياس كله من 12 ل 20 سنتي، والبنكرياتيك دكت الكاليبر بتاعها اقل من 3 مللي، لو هي اكتر من كده يبقى دايليتد فدور على سبب الاوبستراكشن. بعد كده هنتكلم على البيلاري الترا ساوند، واحنا عارفين ان البيلاري سيستم نوعين، لا اما جوه الليفر فيبقى انترا هيباتيك، واما بره الليفر يبقى الاكسترا هيباتيك. واللي جوه الليفر ان احنا عارفين ان انا عندي البيلاري راديكلز الفروع الصغيره اللي هتصب في رايت هيباتيك دكت وليفت هيباتيك دكت على حسب الرايت لوب والليفت لوب، وان الرايت هيباتيك دكت مع الليفت هيباتيك دكت بيكونوا لي الكومن هيباتيك دكت، دول كلهم انترا هيباتيك. طب امال مين الاكسترا هيباتيك؟ الاكسترا هيباتيك بنقول ان الكومن بايل دكت، يا سوري الكومن هيباتيك دكت لما تتحد مع السيستيك دكت اللي خارجه من الجول بلادر هيكونوا لي الكومن بايل دكت، يبقى الاكسترا هيباتيك هي السيستيك والكومن بايل دكت. ايه الانديكيشن بنعمل بيلر الترا ساوند ليه؟ اولا العيان ده جاي بابر رايت ابر كوادرانت بين او جوندس، لا اما جاي بصفره عاليه لا اما عنده الم في الجانب اليمين العلوي. هي ديفرنشيتد الدياجنوزس انكلود، انا عايزه اشوف هو فيه كلودوكولايسيسس ولا فيه بيلاري ستريكشر او تيومر. يعني ايه كلودوكولايسيسس؟ هل في حصوات موجوده في القنوات المراريه سواء انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك او في الجول بلادر؟ هل في ستريكشر موجود في الكومن بايل دكت او في تيومر هو اللي قافل عليهم؟ السونوجرافيكالي از ذا ايمنج بروسيدجر اوف تشويس، اول ما عيان يجي لي بوجع في جنبه اليمين
عند منطقه المراره او بصفره، اول حاجه لازم اعملها هو الالترا ساوند. بعد الالترا ساوند هشوف بقى البيرازراكت انترفينشن انكلودد الكولوسيست ستومي. يعني ايه؟ يعني انا لو انا عايز اعالج العيان ده واعمل فتحه في قلب القنوات المراريه علشان خاطر تخلص الجسم من العصاره الصفراويه المتراكمه جواها، هستخدم الالترا ساوند. طيب الجايدد فور بيركوتينوس انترا هيباتيك كولانجيوجرام، لو انا عايز اعمل فحص البي تي سي اللي هو البيركوتينوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرام، استخدمه بايه؟ تحت ايه؟ الترا ساوند جايدد. والدرينج اوف بري بيلاري ابسس، لو في ابسس موجود في المنطقه اللي حوالين البيلاري تري هعمل اقدر افضيه باستخدام الجايدد الترا ساوند. بعد كده هنتكلم على الدوبلر الترا ساوند، واحنا قلنا الدوبلر الترا ساوند ده موداليتي خاصه بفحص مين؟ الشرايين والاورده. بنقول ان الباور دوبلر از تكنيك ذات يوز ذا امبليتيود اوف دوبلر سيجنال تو ديتكت الموفينج ماتر. يعني ايه؟ يعني انا فحص بعمله علشان احدد بيه الاجسام اللي هي متحركه جوه الاوعيه الدمويه اللي هي ايه؟ البلد اللي موجود عندنا. الباور دوبلر از اندبندنت اوف فيلوسيتي اند دايركشن اوف فلو. يعني ايه؟ ان الباور دوبلر ده لا ما بيعتمدش على سريان سرعه سريان الدم ولا الدايركشن، بالعكس ده انا اقدر اقول الدايركشن بتاعه هل هو في اتجاه البروب فبيبقى واخد لون، ولا هو عكس اتجاه البروب فبيبقى واخد لون تاني. وان استخدام الدوبلر اقدر اقول البلاد فيلوسيتي قد ايه، كميه البلاد فوليوم اللي موجوده قد ايه، هل في مشكله في البلاد فيزلز ولا مفيش، واحدد كمان نوع المشكله اللي موجوده. الكلينيكال يوز بتاعتنا هنلاقي ان الباور دوبلر از بارتيكولاري يوسفول هون اكزامينينج سوبرفيشال ستراكشر. ايه هي السوبرفيشال ستراكشر الموجوده عندي؟ عندي الثايرويد، عندي التستس، عندي الرينال جرافت، البلاد فيزلز والسبكوتينوس ليجن. كل الليجن دي انا ببقى عايزه اشوف الفاسكولاريتي اللي موجوده فيها، معدل سريان الدم فيها قد ايه، هل هي هايبر فاسكولار الدم ماشي فيها بسرعه عاليه، ولا هي هايبو فاسكولار الدم بطيء فيها. طب رينال جرافت دي فيها دم ماشي فكده رينال جرافت كويسه، ولا ما بقاش فيها بلاد سبلاي فكده رينال جرافت بقت ريجكتد والجسم رفضها، وهكذا. اي ليجن عندي عايزه اشوف له بلاد فيزلز بتسبلاي ليه ولا لا، بعمل الدوبلر الترا ساوند ليه. ات مي بي يوز تو لوك فور تيومر فيزلز. طب ما انا لو انا عندي ليجن وعايزه اشوف نوع التيومر، التيومر ده هاي فاسكولاريتي فلازم احقن الفيزلز اللي بتغذيه قبل ما اشيله، ولا لو فاسكولاريتي اشيله على طول، هعمل بالدوبلر الترا ساوند. evaluated a tiny low vessels flow وديتكت الساتل اسكيميك اريا، لو انا عندي اسكيميك اريا اقدر احددها بايه؟ الفاسكولاريتي بتاعتها بالدوبلر ستادي اللي موجوده. الدوبلر الترا ساوند قلنا ان هو باور دوبلر في التكنيك يوز الامبليتيود الدوبلر سيجنال ان تكت الموفنج اي ماتيريال، وقلنا هو تاني باور دوبلر اندبندنت على الفيلوستي والدايركشن اوف ذا فلو، وقلنا الكلينيكال يوزد اللي موجوده بتاعتنا، واهم حاجه ان احنا بنقدر نحدد بيها الايه الفاسكولاريتي بتاعه التيومر او الليجن اللي موجوده عندي. واخر حاجه قلنا استخداماتها بقى سواء في الارتيريال او الفينوس، ان احنا في الفينوس ستادي اقدر احدد هل في ثرومبوزس. طب الثرومبوزس دي موجوده في الديب فين ولا في السوبرفيشال فين، فلو جت في السوبرفيشال فين هتعمل لنا حاجه اسمها سوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس، او ان انا احدد بيها الفاركوس فين اللي هو الدوالي اللي بتبقى موجوده. في الارتيريال بلاد فلو اقدر، في الارتيريال سوري ستادي اقدر احدد منها البلاد فلو والبلاد فيلوسيتي، ولو في ارتيريال استينوزس دي في الشريان او في اثرو اسكلروتيك اتشين. ده المنظر بتاع الدوبلر الترا ساوند، بيطلع لي حاجه بالبي مود بتاعتي اللي هو التو سيجنال اللي هو التو دي، فبتدي تطلع عندنا سيجنال كده. السيجنال دي منها هقدر اقيس البلاد فوليوم والبلاد فيلوسيتي وكل المقاسات اللي انا عايز اقيسها، وهتديني صوره تانية ملونه كده. مش معنى ان اللون الاحمر ده ارتيريال واللون الازرق ده فينوس، لا، بنقول ان الدم هو لو هو ماشي في اتجاه البروب هيديني لونه احمر، لو هو ماشي في عكس اتجاه البروب فهيبقى لونه ازرق. وهبتدي اشوف زي الصوره اللي هنا كده، انا استخدمت الاول الصوره اللي هي البلاك اند وايت اللي هي الجري سكيل عشان اشوف بيها اليومن واشوف بيها الوول بتاع الفيزلز. اما حطيت الكلر ابتديت اشوف ان في بلاد فلو ماشي جوه البلاد فيزلز. بعد كده حطيت زودت علينا الدوبلر سكيل، فهتبتدي تديني الموجات اللي احنا شايفينها. فيبقى انا عندي سبيكترال دوبلر اللي هو 3 بيكسلز، وعندي الكلر دوبلر اللي هو 2 بيكسلز، وعندي الجري سكيل الترا ساوند اللي هو 1 بيكسل. طب الويف اللي بتطلع دي عندنا ثلاث اشكال، لا اما تراي فيزيك، لا اما الباي فيزيك، لا اما المونو فيزيك.
يعني ايه ترايفيزك؟ زي ما حضراتكم شايفين في الصورة هنا كده عندنا، ماشي، ان احنا عندنا حاجة اسمها بالبلدي كده دراع طالع ونازل، فانا عندي طالع ده سيستول، واللي نازل تحت الكيرف بتاعي ده تحت البيز لاين ده دايستول. فطول ما انا عندي سيستول ودايستول، حاجة طالعة وبعدين تنزل وبعدين تنزل لتحت البيز لاين وتطلع تاني، فده اسمه تراي فيزيك ويف فورم، وده بنشوفه فين؟ في النورمال ارتيريال فيزز. الباي فيزيك لو ابتدى يحصل ضيق او ستريكشر، فانا هبتدي اشوف ان بقى في حاجه فوق الخط، ويفز فوق البيز لاين بس مفيش حاجه تحت البيز لاين. لو المونو فيزيكس بقى هلاقيه ان هو ايه، خط مستمر، لا عندي حاجه طالعه ولا حاجه نازله زي ما احنا شايفين المثلث ده، وده اللي بنسميه المونو فيزيك، وده بيبقى في اشد انواع معلش على التقطيع ده، احنا بسجل لكم ساعه اذان صلاه الجمعه، نفعنا الله واياكم بها باذن الله. بعد كده هنتكلم على الثيرويد التراساوند. والثيرويد جلاند دي كلنا عارفين ان هي موجوده فين؟ في اللور بارت اوف ذا نيك انتيريور تو ذا تراكيا، ومتغطيه بفاشيه قويه اللي هي البري تراكيا فاشيه، وهي بتبقى فين؟ في الفيزرال اسبكت بتاعها. الجروس اناتومي بتاعها هنريد فين؟ الثيرويد جلاند هو عباره عن اتنين لوب، لوب يمين ولوب شمال، وماسك بيهم الاسمس. فبنلاقي ان الثيرويد هي بتر رافلاي او اتش شيب كومبوزد اوف تو لوب اتش ويز ا سوبيريور اند انفيريور بول كونكتد باي ذا اسمس. اوبزيت لكام؟ من السي 5 لحد السي 1 فيرتبرال سباين. وبيبقى انتيرور ليه الكروكويد كارتليج واللارنك والفيرست 3 تراكيال رينج. الراديوجرافيك ابيرنس بتاعتنا النورمال ثايرويد جلاند هي هوموجينس ابيرنس، يعني ايه؟ ميتها واحده زي ما احنا بنقول، لا حته غامقه ولا حته مفتاحيه، كلها لون واحد. الكبسول بتاعها انتكت وبيظهر على ايه؟ على هيئه نوا سن هايبر اكوك لاين، يعني ايه؟ خط رفيع ايه ابيض من اللي حواليه. اتش لوب نورمالي ميجرد قد ايه في اللينس؟ من 4 ل 7 سنتي. الدبس بتاعنا اقل من 2 سنتي. الاسمس بتاعنا اقل من نص سنتي في الاي بي دايمتر. لو احنا شايفين الصوره الاولانيه دي، ده الثيرويد جلاند بتاعتنا، اللي وراها دي اللي في نصها دي وعامله شادو وراها دي التراكيه، فهنلاقي عندنا رايت لوب وفي ليفت لوب وادي الاسمس ما بينهم. لما بنحط الكلر عليها بتديني ان هي فيها فاسكولاريتي، وده النورمال فاسكولاريتي بتاعتنا. ولو حطيت الدوبلر استادي عليها الدوبلر بيكسلز، هتلاقي الويف بتاعتها، ده المنظر الويف يا جماعه بتاع اللي يحب يعرفه، ده الباي فيزكس ويف ومتجه للمونوفيز. يبقى الجلاند سايز والايكو باترن والفاسكولاريتي هقدر احددها بالالترا ساوند، شفت حجمها والسطح والمنظر بتاعها، الايكو باترن بتاعها والفاسكولاريتي. شفت الكبسول هو هل هو انتكت ولا ديسربشن؟ شايفين الخط الرفيع الابيض ده؟ هو ده الكبسول بتاع الثايرويد جلاند، هل هو انتكت سليم ولا متقطع؟ شفت هل فيها سيستك او سوليد نوديول؟ تمام. طيب لو هو سيستك ولا سوليد نوديول، هما سنجل نوديول ولا مالتيبل نوديول؟ لان ده له دايجنوزس وده له دايجنوزس تاني. هل الليجن اللي عندي ده واخد الكرايتيريا بتاعت البلاين ولا المالجنانت نوديول؟ كل واحد من دول لها كرايتيريا مختلفه. طب هل الجلاند دي لما كبرت الامتداد بتاعها بيبقى فين؟ ورا الاسترنم، فهل ليها ريترو استرنال اكستنشن ولا ملهاش؟ ولو في ميستاتيك سيرفايكال ليمف نود حواليها نتيجه ان فيها مالجنانت ليجن، كل ده اقدر اعمل له اسسمنت بالالترا ساوند. طيب هو النيوبلازم بتاعها، الاسسمنت للنيوبلازم بتاع الثايرويد ازاي؟ هقدر اشوف الثايرويد نيوبلازم ده هو بناين ولا مالجنت، واعمل ستيجنج. ستيجنج ده هقول ايه اللي انا ايه بعمل له تدريج، هو ستيج واحد ولا اتنين ولا تلاته واربعه، على حسب هل هو معاه ليمف نود ولا معهوش، الكبسول انتكت ولا مش انتكت، له ميتاستاتيك ليمف نود سوري ميتاستاتيك نوديول مثلا في اللنج ولا مش موجود. فانا من الالترا ساوند هقدر اقول في نيوبلازم ولا مفيش، والنوع بناين ولا مالجنت، واحدد الاستيجنج عشان العلاج. وممكن احدد كمان الانفلاماتوري كونديشن، لو انا عندي ثايرودايتس، من شكل الايكو باترن والبلاد سبلاي اللي رايح للثايرويد جلان، او ان انا اشوف هل في اوتو اميون ديزيز اللي هو الامراض المناعيه اللي بتصيب الثايرويد جلان زي الجريفز ديزيز، عن طريق برضك الالترا ساوند. وباستخدام الالترا ساوند مع النيوكلر ميديسين، لو حضراتكم فاكرين الجزء بتاع النيوكلر، هقدر اسسمنت للثايرويد ليجن اللي موجوده عندي، واقدر اخد بيها جايدد بايوبسي للليجن اللي موجود. بعد كده هنتكلم على البريست الترا ساوند. والبريست الترا ساوند من الحاجات المهمه جدا جدا، خصوصا للليس ذان
30 years اللي اقل من 30. ليه؟ لان البريست ساعتها بيبقى لسه مور دنس، فلما اجي اعمل ماموجرام ممكن ما اشوفش الليجن، اعمل الترا ساوند اقدر اشوف الليجن واحدد مواصفاتها زيها زي اي ليجن بنتكلم عنها. البريست الترا ساوند زي ما انا هستخدمه لتحت ال 30 ده الموست امبورتنت بوينت، هقدر اشوف منه هل الليجن اللي موجوده عندي دي مالجنت ليجن ولا بناين ليجن، واضيف عليها الماموجرام علشان تبقى كومبلمنتري ستادي، واقدر اخد منها جايدد بايوبسي. البروسيجر دي بتتعمل فين؟ في الهيلث كير بروفايدر اوفيس، في اللي هي العيادات او الاوت بيشنت سنتر، المكاتب بتاعه الصحه اللي احنا بنعمل فيها السكريننج، اعملها في المستشفيات الهوسبيتالز. مين اللي يقدر يعملها؟ لو انا عندي تكنيشن وانا مدربه ان هو يصورها لي تمام، اقدر اخد بايوبسي اندر اناسيزيا او مزود اناسيزيا. البريست الترا ساوند از تارجت تو اكلينيكال بروبلم ريسبونسبل سنسيتيفيتي بات بور سبيسيفيستي. يعني ايه؟ يعني ممكن الست تيجي وتقول لك انا حاسه بكل كيع موجوده في منطقه البريست، ومن الشكل بتاعنا اقول اه دي بالفحص اللي هو المانيوال اقول اه ده الليجن دي ال ديفايند وهارد وليها كرايتيريا معينه كده، ده مالجننت. اجي احط البروب عليها الاقيها مواصفاتها بناين ليجن، لو خدت البايوبسي الاقيها مالجننت. يبقى السبيسيفيستي يعني ايه؟ يعني درجه الاكيوراسي بتاعتها، درجه الدقه في التشخيص. هي ممكن في عندي ليجن خدعه والدكتور يتسرع بتاع الالترا ساوند ويكتب ان ده بناين ليجن، بس لو اخدت بايوبسي الاقيها مالجننت ليجن. فعشان كده بنقول هو هايلي سنسيف، يعني اقدر احدد بيه الليجن حتى لو هي صغيره، بس السبيسيفيستي هل انا هوصل بيها بتشخيص نهائي 100%؟ لا، ما بنوصلش لل 100%، ممكن اوصل ل 80% 85%. مي هاف ا بليس ان سكريننج وومن ات هاي ريسك اور ويز ماموجرافيك دنس بريست. يعني ايه؟ لو انا عملت ماموجرام ولقيت البريست ده دنس بس انا شاكك في الحاله، باستخدام الالترا ساوند هيبين لي الليجن اللي موجود. والناس اللي انا بعمل لهم سكريننج للناس اللي هم الهاي ريسك، واحنا خدنا في قبل كده فحص في الماموجرام والبريست ايميجنج ان الناس بنقسمهم لهاي ريسك ولو ريسك على حسب في بريست كانسر في الدرجه الاولى، جالها بريست كانسر قبل كده ولا لا، وكل الريسك فاكتور اللي احنا قلنا عليهم، وقلنا ان الناس دي لازم نعمل لها سكريننج كل سنه او كل 6 شهور على حسب الدرجه بتاعه الريسك. السكريننج السكاننج تكنيك هو لايتنج، يعني ايه؟ يعني بسيط وخفيف على العيان. البيشنت بوزيشن، البيشنت بتبقى نايمه سبورتنج بالالبو بتاعها، يعني ايه؟ بخليها ترفع دراعها فوق دماغها واعمل له سبورت علشان يبقى البريست كله فلات، وبتبقى نايمه في السوباين بوزيشن. البروب اللي انا بستخدمه اللي هو اللينير او السوبرفيشال بروب اللي الميجا هرتز بتاعته من 7 ل 13. الكوريكت ديبس عشان اقول ان انا شايف كل التيشو بتاع البريست، لازم اكون شايف من اول سكن لحد البكتوراليز فاشيا بوستيريورلي، والفوكال بتاعتي اب تو 2 اكسبتد. طب الديناميك ايمج بتاعتي سام سيتنج كان ميك اسيستيك ليجن لوك سوليد اند فايس فيرس. يعني ايه؟ يعني لازم اظبط الصوره بتاعتي بحيث ان الاسود يبان اسود والابيض يبان ابيض. ليه؟ لان ممكن ساعات سيستيك ليجن لو انا مش ظابط الكونتراست بتاعي تبان لي على انها سوليد وانا ما ادي ميس دايجنوزس. السكاننج يا اما بريديال ميسوز او الانتي ريديال ميسوز. يعني ايه؟ يعني انا باخد الفحص من فوق لتحت او من تحت لفوق، او ان انا باخدها بصوره ريديال من اول السنتر اللي هو عند منطقه النبل وابتدي امشي في كل الاتجاهات. كلوك فيس ويز ديستانس فروم النبل، يعني ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم كده، ابدا من السنتر اللي هو النبل وابتدي اتحرك البروب في كل الاتجاهات بتاعتي. الطريقه دي بتشوف لي الحاجات اللي هي الريال فاعل فقط، من الحاجات اللي ابنور يعني النوت ريال او ارتيفاكت، بقدر احدد ان ده ارتيفاكت. لازم اعمل كومبريشن وانجوليشن بالبروب علشان اشوف الحروف الشيبد اللي هي المستخبيه. لازم اعمل كومبيرد الايمج اند ريزوليوشن، يعني لازم اعمل الاثنين بريست في نفس السيشن عشان اقول انا قارنت الابنورمال بالنورمال. لازم اعمل كلينز اب سبيكلز، اي حاجه عندي ممكن تعمل لي ارتيفاكت لازم اشيلها، اي حاجه هتضايقني في الفحص اشيلها. عشان كده بنقول ان الست لازم تكون قلعه هدومها خالص لحد نص بطنها علشان ما يبقاش في حاجه تعوق الفحص بتاعي، واقدر اخد البتوين ايدج ديفينيشن. يعني ايه؟ اقدر اخد من اول الميد لاين في الميد استرنال لاين لحد الاكزيلري لاين، فانا كده غطيت كل منطقه البريست فحص.
الانديكيشن اوف بليست الترا ساوند زي ما انا قلت لحضراتكم ايفالويتد اليونج ايجنت اللي هم تحت 30 سنه والبريجننت بيشنت والسيمتوماتيك اللي عندها اعراض. تاني حاجه ايفالويتد ابالبو لامب ان الست حاسه بكلكيعه فجايه نشوفها هل دي ليجن فعلا والليجن دي بناين ولا مالجنت. تالت حاجه ديتكشن الليجن ان ذا لور كونتراست ايه فيلد. يعني ايه لور كونتراست فيلد؟ يعني لو انا عندي الدنس بريست او اللارج بليست اقدر استخدم فيه الالترا ساوند واحدد الليجن اللي موجود ده في اللي انا مش هعرف اشوفها بفحص مثلا زي الماموجرام او الام ار اي. بعد كده هيلب الدينستوجيشابل بتوين البناين اند المالجننت ليجن، اقدر افرق بين البناين والمالجننت على حسب الالترا ساوند كرايتيريا، او ان انا اخد جايدد بايوبسي اندر الترا ساوند وايفالويتد البريست امبلانت في حاله ايه البريست رابشر. دول الناس اللي هم عاملين زرع ثدي مش زرع ثدي اللي هم بيعملوا تكبير الثدي، فلو حصل مشكله في الكبسولز هم اللي حاطينها وحصل لها رابشر اقدر اقيمه بالالترا ساوند. الكلاسيفيكيشن للبريست ماسز، احنا البريست ماسز لا اما بناين لا اما مالجننت لا اما انديترمنت، واخده شويه من مواصفات البناين وشويه من مواصفات المالجننت وانا مش قادر احكم عليها. البناين اللي هي النو مالجننت فيتشر اللي انا هلاقي البوردر بتاعتي راوندد او اوفال شيب سموث مارجن، مفيش ديستورشن للسراوندنج بارينكيما، مفيش بوستيريور اكوستيك شادوينج، وفيها ماكرو كالسيفيكيشن مش مايكرو. الانديتريمنت ان هي نو مالجننت فايندنج بس نو كومباينيشن اوف بناين فايندنج، يعني انا لا قادر اقول الكرايتيريا دي تمشي مع المالجننت ولا تمشي مع البناين، ففي الحاله دي لازم اخد بايوبسي. طيب المالجننت ليجن بقى اللي احنا عارفين دي اللي لازم بايوبسي وهلاقي فيها سبيكيوليتد الريجولار اوت لاين، هديب ليجن بتبقى اقرب للشيست وول لونجر زان وايد صار اطول ما هي اعرض، البوستيريور فيها شادوينج وفيها مايكرو كالسيفيكيشن وفيها ديستورشن للسراوندنج بارينكيما. يبقى احنا كده قسمنا الليجن اللي انا ممكن اشوفها بالالترا ساوند لا بيور بناين لا بيور مالجننت لا اما انديتريمنت، لان اللي انا مش قادر احدد هي بناين ولا مالجننت. وكده المحاضره خلصت بالتوفيق باذن الله، واي حاجه انا تحت امركم في اي سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.